مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي والذي أقدمه لكم عبر أول قناة إخبارية في الجزائر. البداية ستكون بالحدث حيث تم العثور على الطفلين ياسر بالحاج جلول 6 سنوات ووداد بالحاج جلول 13 سنة، واللذان اختفى صبيحة يوم الجمعة الفارط. للمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بمراسل تلفزيون النهار بولاية غليزان حمزة زروقي. أهلا بك. أهلا بك أختي ماجدة، مساء الخير. مساء النور. يعني هل من تفاصيل أكثر حول عملية العثور على الطفلين؟ نعم زميلتي، بعد أقل من 24 ساعة من بث تلفزيون النهار لموضوع اختفاء الشقيقين بالحاج جلول ياسر ووداد، تمكنت مصالح الشرطة لمدينة بجاية من العثور في ساعة متأخرة من ليلة الأمس على الأخوين المختفيين أمام محطة نقل المسافرين لمدينة بجاية. وهم الآن في طريقهم للعودة إلى منزلهم الكائن بمدينة المطبر. للتذكير زميلتي ماجدة، حسب ما أخبرت به العائلة أنهم تنقلوا بمحض إرادتهم وليس هناك أي شكوك في عملية اختطافهم أو اقتيادهم بالقوة. كما أكدت العائلة أنها سوف تودع شكوى لدى مصالح الأمن بخصوص الحافلة التي أقلتهم من مدينة المطمر تجاه الجزائر العاصمة ومن الجزائر العاصمة تجاه مدينة بجاية. نعم، شكرا جزيلا لك حمزة زرقي على هذه المداخلة. شكرا جزيلا.